مساء الخير. بدأنا من امبارح سلسلة صفات الصحابة، وقلنا إن هدفنا من السلسلة دي مش سرد قصصي، إحنا عايزين نتعرف ونركز على أساسيات معاني وصفات الرجولة ونعرفها ونتعلمها. النهاردة هنتكلم عن الصحابي سعد بن أبي وقاص. وقت الإسلام كان عمره حوالي 17 سنة، كان معروف عنه إنه حاد البصر جدا، فحكى عن قصة إسلامه قال: رأيت في المنام قبل أن أسلم كأني في ظلمة لا أبصر شيئا، إذ أضاء لي قمر فاتبعته فكأني أنظر إلى من سبقني إلى ذلك القمر، فأنظر إلى زيد بن حارثة وإلى علي بن أبي طالب وإلى أبي بكر وكأني أسألهم: متى انتهيتم إلى هاهنا؟ قالوا: الساعة. فلقيت رسول الله في شعب أجياد وقد صلى العصر فأسلمت، فما تقدمني أحد إلا هم. دي كانت رؤيته قبل ما يسلم. بعدها دعا سيدنا أبو بكر للإسلام فأسلم، فكان رابع من أسلم. سعد بن أبي وقاص من الرجال المبشرين بالجنة، والبشرة دي مش بأسبقية الدخول للإسلام، البشرة لها سبب ومواقف وإثباتات وثبات وقت البلاء. محدش بيعرف حقيقة قدراته ولا مستوى صبره ولا صدقه إلا في الابتلاء. الابتلاءات وجودها سببه مش علشان ناخد حسنات زيادة، دي نتيجة مش هدف، هي في الأصل علشان تكتشف نفسك وتلجأ لربنا وتتعرف على قدراته وتستعين بيه. سعد بن أبي وقاص تعرض لابتلاء يكشف حقيقة صدقه وحقيقة قدراته. كانت أمه رفض إسلامه وأضربت عن الأكل والشراب تماماً لدرجة الموت علشان يضعف ويرجع، فحضر مشهد وداعها وشافها بتموت بسببه، فكان رده في عز وجعه على أمه: تعلمين والله يا أمه لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني. فنزلت في سعد بن أبي وقاص الآية دي: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الموقف صعب والاختيار صعب، لكنه ثبت فيه وصدق، فنزلت فيه آيات تحفظ ليوم القيامة. من أصعب المواقف اللي بنواجهها في حياتنا إننا نختار ما بين أهوائنا واللي عايزينه ونمشي ورا مشاعرنا، وما بين اختيار قوانين اللي هو منهجه. سعد بن أبي وقاص اتخير ما بين حياة أمه ولا الكفر، اختيار صعب، عايز ثبات مش عادي، ثبات منبعه صدق وقوة وحسم، وعايز مسؤولية القرار. موقف محتاج معاني حقيقية لصفات الرجولة. امبارح اتكلمنا عن صفة الصدق، أول صفات الرجولة. النهاردة عن صفة تبع للصدق من أولويات الرجولة، هي مسؤولية القرار. وزي ما قلنا هو مش كلام عام، الكل بيشوف نفسه مسؤول وصادق وقوي وجميل وطيب، لكن لازم تختبر علشان تعرف حقيقتك. والقاعدة الرئيسية والبطانة الأساسية للقرارات وبالتالي لتحمل مسؤولياتها هي قانون لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المبدأ ده إحنا ما بنعرفش نستخدمه صح ولا نستوعب إزاي يكون بطانة أساسية، لأننا بنشوفه كتير بشكل سطحي، لأننا رسمين صورة معينة للمعصية، إن حد مثلاً يقولك ما تصليش فما تسمعش كلام. الموضوع أعمق من كده بكتير، دي مجرد الصورة الواضحة، لكن في صور كتير مش بالوضوح ده وبنخدم عليها بأهوائنا وبنعصي ربنا فيها وبنصيع المخلوق على حساب الخالق سبحانه وتعالى. ده المخلوق اللي ممكن يأمرك بالمعصية هو ممكن يكون أنت أصلاً باتباعك أهوائك من غير تحري، هي دي حاجة في منهج ربنا وقوانينه ولا بره المنهج، وأنا اللي عايزها وخلاص فمستهون بالفعل. طيب إيه علاقة الكلام ده بالمسؤولية؟ سؤال مهم، إحنا بنتحمل أصلاً مسؤولية ليه وإمتى؟ بنتحملها لما نبقى مدركين أهمية الشيء اللي هنتحمله، مقتنعين بأهمية الحفاظ عليه فبنبذل وبنجاهد علشانه، وحسب قوة اقتناعك وتصديقك بيزيد إيمانك بيه، فبتزداد قوتك وحرصك وبذلك علشانه. فالتركيبة دي اسمها تحمل المسؤولية، انت كده شايلها صح، لكن القوة اللي بتكتسبها دي وتخليك قادر تشيل لازم تبقى فيها مدد من ربنا وبصيرة. ربنا قايل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ربنا اللي بيهدي السبل لما تبدأ انت وتجاهد، مش هيسيبك وهيهديك السبل اللي تتبعها وتمشي فيها، يعني مش هتكمل مع نفسك. المدد ده بقى مش هتكتسبه أبدا غير بقانون لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مش هينفع تطيع غيره ولا تطيع نفسك ويمدك بمدده، فبالتالي
مهما اعتمدت وقتها على قدراتك وافتكرت نفسك قد المسؤولية هتنهار مع الوقت، لأنك من البداية متبع أهوائك من غير مركزية الله فيها ولا مدده. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. طبيعي كل واحد له رغباته وأهوائه، لكن لازم تبقى بهدى الله وقوانينه. ساعتها هتبقى راجل عندك مرجعية صادقة وثبات وقوة تنفيذ وصبر يخلوك أهل لتحمل المسؤولية. الكلام ده لازم تختبر فيه، وكل فترة هيتعاد عليك الاختبار بصور تانية علشان تقيس درجة ثباتك وصدقك ومسؤوليتك. سعد بن أبي وقاص اختبر في أمه وفقدها وثبت، لأن إيمانه بالله في صدق، والصدق ده لوحده بيشيل من جواك الحيرة وبيثبتك في المواقف وبيدعمك في تحمل المسؤولية بتاعت قرارك. في آية جميلة قوي بتقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان بين الحق والباطل، بين الصح والغلط، بين الظلم والعدل. المصطلحات الكبيرة دي بنعرفها وما بنتلخبطش فيها في الأمور الواضحة، لكن لما بنتحط في مواقفنا بيسيطر علينا المصلحة وبس، فبنحاول إن احنا نتفنن نحلل الغلط ونبرر الظلم لحد ما نعمل بصيرة عندنا ومنشوفش الفرق. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والتقوى يعني تقي نفسك وتحميها بقوانين الله في كل خطواتك ومشاعرك ورغباتك وأهوائك. ده موقف واحد من مواقف سعد بن أبي وقاص، موقف حدد مستوى صدقه ويقينه وثباته وتحمله لمسؤولية قراره. فلما نسمع عن باقي مواقفه بديهي هنستوعب ردود أفعاله. كان من القلة اللي ثبتوا في غزوة أحد بعد الهزيمة. كان معروف عنه أنه مستجاب الدعوة، لأنه أصلاً دعائه مش بهوى نفسه، هو دعائه ورغباته موصولة بالله طول الوقت، فبقى مراده هو مراد الله. هو أول واحد رمى بسهم في الإسلام، والوحيد اللي افتدى الرسول بأبويه. قال له الرسول يوم أحد: ارمي سعد فداك أبي وأمي. كان من الأسرياء وكل ثروته في سبيل الله. لما البطانة بتكون سليمة والأساس موجود وقوي، ما تستغربش القصص والبطولات والقوة والعطاء، إن العقل ساعتها ما يدركهاش، لكن بنتعرف عليهم علشان فرض علينا نقتدي بيهم وبصفاتهم والطريق اللي بيمشوا فيه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هنتكلم بالتفصيل عن الصحابي سعد بن أبي وقاص وعن صفة أساسية من صفات الرجولة، وهي تحمل المسؤولية، مع ضيفنا الشيخ محمد إبراهيم من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل.